أخبار اليوم. الانتخابات اتغيرت عن زمان يا سيادة المستشار ولا هي هي؟ لا الانتخابات هي هي تغيرتش. ما تغيرتش. المواطن بتغير المواطن. المواطن بيخش بيجي الانتخاب لأن الأوراق موجودة. الأوراق اتغيرت والنظام اتغير بصحيح جوا. بالنسبة للمواطن عارف المكان اللي حيد فيه صوته في أي مدرسة أو أي مكان آخر وبيروح في الميعاد ويروح يأجل وقت. في اللي بيروح عن ثقة بيروح وفاهم إن هو بيأجل وقته وفي بعيد عنك ما بتشي في ده وفي ده. سيادة المستشار الواقع اللي موجود في مصر تقول النهارده للناس اللي ما نزلوش وشاركوا في الانتخابات. الناس اللي ما نزلوش وشاركوا في الانتخابات دول يعني بعيدين كل البعد عن الواقع. يعني ما عندهمش امل ان الانتخابات ديت وان هذا المجلس الجديد مجلس النواب هيعمل حاجه.